بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأفاضل ودائما مع الوسائل التعليمية. واليوم عندنا كرة. إذا أنا في الحقيقة رحت البارح 5 جويلية، رحت عندي، كان عندي بعض المصالح في جهة الحاميز، ودخلت الحاميز وكنت نبحث عليهم منذ مدة وأنا نبحث عليهم. وهنا عارفين نشوفهم بالوحده بزاف غاليين في الحقيقه. هذا تلفوني غاليين، اسمعيش بقيت هذا فيه 50 وحده ب 90000، 900 دينار، يعني يقدر تمشي زوج فقط. هنا مكتوب 50 سيكون بيس، ماقدرش نشري اكثر. لقيت وحده كبيره فيها 100 ب 200000، يعني 2000 دينار. قلت علاش نمشي 2000 دينار، نجي نمشي 99000، طاحت لي ب 180000. إذا أنا نطلب منكم إذا تعرفوا المتاجر والذي يصنعوا الأدوات الخاصة بالوسائل البيداغوجية والألعاب تاع الأطفال وكامل، وجهوني إليهم، لأنه أنا بزاف نشريهم غاليين، وماذا بيا أنا نشريهم بسعر أقل، لأنه نحتاج الكثير كثير كثير من الوسائل. وإذا نحب الوسائل هذو معلش، المهم إن شاء الله حنايا نعلموا قد ما نقدروا نوفر الوسائل البيداغوجية والوسائل اللي سواء كانت في البيت ولا في المدرسة، قد ما نلح قد ما يتعلم الطفل، قد ما ننمي المهارات تاعو. هذا هو الهدف ديالنا. يقول الأستاذ رشيد كامل هذا، أنا محتاج إلى أكثر من ذلك، أنه أنا حبيت لو كان الطفل حتى في البيت، الأطفال الصغار لازم لهم أن نخليهم يعوموا في وسطهم، يجيبوا يلعبوا يتعلموا الالوان الى ذلك. اذا اولا نقدر نستعمل هذه اللعبه هذه او هذه الوسيله عفوا في لعبه الالوان. نعلموا اللون الاخضر، كيف راهم له كامل اللون الاخضر، ونقول له روح نجمع لي كامل اللون الاخضر. اذا كان 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين يكون يعرف الالوان، ندخلوا قبل مباشره في الرياضيات وندير له العد، يبدا يعد متتاليه اعداد 1 2 3، شحال كاين من الاخضر، شحال كاين من الاحمر، شحال كاين من الازرق. نزيدوا له مهاره واحده اخرى تركيبيه ايضا، نقول له بعد ما استعملنا الالوان استعملنا العد في مجموعات، الاحمر، مجموعه الازرق، مجموعه الاصفر، مجموعه راح يدير مجموعه يعدهم في كل مجموعه شحال كاين. ايضا رايحين نستعملوا المقارنه، رايحين مجموعه الكرات في الحمراء يعني عددها اكبر او اصغر من مجموعه الكرات الصفراء مثلا. اذا تعلمنا الالوان، تعلمنا العدد، تعلمنا المقارنه، تعلمنا الطرح، راح ممكن نطرحوا له، ممكن هذه المجموعه هذه فيها نلقاو فيها 9 وهذه المجموعه نلقاو فيها 10. تقول له استاذ كاع كيف كيف، على بالي نقدر انا نقص له، ما نعطيهوش كامل، نعطيه عن قصد، نعطيه فقط باش ندخل له المقارنه. نقول له كان يعد لقى المجموعة تاع الأخضر نفس العدد في جميع الألوان، أنا راح نقص له عن قصد بالعين الناحية هذا باش يدير المقارنة. بعد ذلك ممكن الطرح، ممكن الجمع. نقول له مثلا المجموعة الزرقاء نلقاو فيها مثلا 12، والمجموعة الخضراء نلقاو فيها مثلا 15. نقول له أنا نحبك، روح للسلة لهيكا، هذاك اللي يكونوا بجهة السلة الموجودة لهيك، نحبك تتصرف كما تحب انت، بحيث المجموعتين فيهما نفس العدد، ونخليه هو يدبر راسه، يروح يجيب ذاك العدد، راح ينتبه للون تاع الكرات، وايضا راح يدير المتمم الى العدد الموجود في المجموعه، العدد الاكبر الموجود في المجموعه تاع اللون اللي فيها. اذا حنا رايحين فيها مهارات وتعليمات مركبه، يعني بهذو نحي نستعملوا اشياء كثيره في الرياضيات. ايضا راح نعطي له البلاطه، هذه عندنا بلاطه مربعه الشكل، كاين عندنا بلاطه مربعه الشكل، كاين يديروا الباركي هذا، كاين يجي مستطيل الشكل، حتى لو كان مستطيل الشكل نقول له ها هما الكرات قدامك، دير لي مربعات، يعني راح يسجل لي مربعات. اذا كان مربع، اذا كان هادو نخليهم بحيث ما يتدحرجوش. هل يستطيع ان يشكل مربع بالكرات؟ انه الكره حنا واش معروفه، يجي يقول لي ما قدرتش نخليه يتمحل معاه واش يحكم المركز الثقل نتاعهم، وما يعرفش مركز الثقل، ولكن يخليه يخدم هذيك الخدمه هذيك في الفيزياء بلا ما يعرف، لكن هنا في راسه يخدمها.
ولا ما قدرش نقول له علاش، لماذا الكرات ما بقاش في مكانها. هنا نعلمه كلمه يتدحرج، الكره تتدحرج، راح يقراها في المجسمات في الرياضيات، يعني عده مهارات بوسيله واحده فقط. نعلمه العد، نعلمه يشكل وحده من وحده، دير لي كره حمراء ثم صفراء ثم خضراء ثم زرقاء، ولا نعطيه مثلا نحطه فوق الطاوله كاش حاجه ما نخليوهاش تتدحرج، ونعطيه بطاقه ولو نعطيه البطاقه هذه ونقول له شوف البطاقه كيفاش الكرات هذو. انا هذه البطاقه تكون طبعا ماشي كرات، البطاقه تكون فيها دوائر لانه ماشي طوادي ثلاث ابعاد فيها بعدين، راح نديرو دوائر بالالوان ونقول له نتايا ونعطيه دوك البطاقات مختلفه، نقول له هذه الكرات هذو نديرهم لي على حساب البطاقه، شكلي على حساب البطاقه، وهذه تبدا من 3 سنوات إلى 6 سنوات انه يشكل. نعطي له بطاقه وهو راح يشوف اللون، راح يميز وراح يطابق. الكره الاولى حمراء يحوس على الكره الحمراء، عفوا الكره الصفراء الثانيه صفراء يجيب الصفراء. نخلي دائما يدين عفوا يركز باش يحافظ على الترتيب تاع الالوان اللي موجودين في البطاقه هذه، وراح يرتبهم هو في الواقع بهذه الكرات. اذا هذه المهاره او الفكره الاولى اللي اقترحت عليكم بالنسبه للكرات هذو. اترككم في رعايه الله وحفظه المتابعين الافاضل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.